انت عملتي اغنيه لباباكي اسمها مونتاج بعيد، دي كلمات والحان وليد الليثي اللي هو من اشطر الملحنين والشعراء اللي في الحياه. اغنيه قريبه لقلبي قوي، وجت ظروفها يعني جت بالصدفه كانها بعتت لي. يعني هو احنا كانت الثانويه بتاعت بابي، ووليد ما كانش يعرف ثانويته امتى، وفجاه كلمني قال لي انا عملت اغنيه لباباكي. فما فهمتش قوي، قلت له انت عارف ان هو ثانويته كمان اسبوع، فانت عشان كده؟ قال لي لا انا ما اعرفش خالص، دي بالصدفه. وسمعتها طبعا كانت انهيار يعني، ورحت تاني يوم سجلتيها. وكانت وكان الفيديو كان اخراج نضال هاني، من اشطر المخرجين برضو، فيري كرييتيف، وبحب الشغل، بعشق الشغل معاه. وهو كان عايز يعمل الفيديو يبقى سيمبل وحقيقي وواقعي، فعشان كده دخلنا الفوتج بتاعت انا وبابي، فيديوهاتنا الحقيقيه مع بعض، عشان كده الفيديو بيتعبني. وعملتي الاغنيه كلها اهداء لوالد ابراهيم مصري، الله يحفظه. الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.